صح، بأن زوج مغاربة قتلهم النظام ديالك. باينه قتلهم النظام تاعنا على ما تقدمتوش وهدرتو. وهاد الجوج مغاربة هادو واش هما مدنيين ولا من الجيش المغربي؟ ما على باليش انايا، مغربيين صح، قتلوهم تيراو عليهم، قتلوهم على ما هدرتوش عليهم، على ما دافعتوش عليهم. واخا. أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نشوفوا فيها واحد المباشر ديال واحد الأخت مغربية طلع معها واحد الكرغولي واحد المكلخ وكيعترف بواحد الاعتراف اللي هو خطير. أصدقائي الأعزاء، غادي نخليكم نتوما اللي تكتشفوا هذه الحلقة هذه وتعطوني الآراء ديالكم في خانة التعليقات. أصدقائي الأعزاء، كنتمنى باش تبارطاجيو هذا الفيديو وتعطيونا اللايك باش الجميع يعرف مع من حشرنا الله في الجوار. يلا نشوفوا الحلقة ونتلاقاو في النهاية. زوج اللي قتلناهم في الزوج اللي قتلناهم في وهران، دخلوا قتلناهم على ما دخلتوش نتوما، على ما هضرتوش ليا، على ما هضرتش الملك. عاود شنو قلتي؟ الزوج المغاربه تاعكم اللي قتلناهم في وهران في البحر. عطيني دقيقه عافاك باش نجاوب. عطيني دقيقه باش نجاوب. الخوت ولكم الاجر، راكم عارفين قطع حط ولك الاجر. عاود ليا شنو قلتي عافاك؟ قتلتي جوج مغاربة؟ ايه، زوج المغاربة اللي دخلوا في مدينة وهران، فاتوا تيرات عليهم الأخرى، قتلوهم على ما دخلتوش وهدر الملك تاعكم. هاد الجوج هادو واش كتهضر على السعيدية ولا كتهضر على وهران؟ يا ودي راني نهضر على المغاربة تاعكم اللي دخلوا على وهران وتيرات عليهم الدولة قتلتهم، على ما هدرتوش عليهم ودافعتوش. إذا نتاع الزوز إذا أنت كجزائري كتعترف قدام 1.5 بأن زوج مغاربة قتلهم النظام ديالك. باينه قتلهم النظام تاعنا على ما تقدمتوش وهدرتو. وهاد الجوج مغاربة هادو واش هما مدنيين ولا من الجيش المغربي؟ ما على باليش أنايا، مغربيين صح، قتلوهم تيراو عليهم، قتلوهم على ما هدرتوش عليهم، على ما دافعتوش عليهم. واخا، قول لي هاد جوج دراري هادو هما رجال ياك؟ لا ذكورة. شنو؟ هادو رجال. هي رجال. جوج رجال قتلتهم في وهران، علاش قتلتهم؟ شنو دار؟ والله ما على بالي، نورمالمون انتوما هما اللي تتقدموا تقولوا على قتلوهم. يعني انتوما دولة، يعني انتوما دولة كتقتل اي وحدين دخلوا عندكم لبلادكم؟ ما كاش، حنا عندنا تزيري يدخل، ما كاش واحد من غير تزيري. يعني اي واحد من غير تزيري الا دخل بلادك كتقتلوه؟ ما قرايكم انتوما، كاينين وحدين فاسدين ما يدخلوش. وباش عرفتوا هذوك الناس اللي دخلوا عندكم فاسدين؟ تقريبا باش عرفتيهم؟ هذوك اللي دخلوا باش عرفتيهم فاسدين وقتلاتهم الدوله ديالك؟ حابين فاسدين باش عرفتي؟ حارقين. اذا نتوما كتقتلوا الحراقه؟ وثيقه قانونيه، اذا نتوما اي حراق دخل عندك كتقتلوه؟ اي حراق. انت حمار. وعطيني دقيقه الياس. اهلا يونس خويا. واخ، شوف، شكرا لك على الاعتراف ديالك وعلى قله التراب اللي بينتي. والاخوه المغاربه، هذا هو الاوبجيكتيف ديال هذا اللايف، ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار، وليعلم خوتنا المغاربة ملي يدخلوا كيفاش كيتكلم عليهم الشعب الجزائري، وكيفاش كتنظر لهم الحكومة الجزائرية أو النظام الجزائري. سجل قطع ولك الأجر، سجل قطع. خوتك المغاربة يتفاعلوا مع الفيديو. قلب طالع معانا أخويا في إفريقيا الشمالية كاملين بسبب واحد الواسطي، واحد الجزيرة، دولة جات الوسط حابسة التجمع ما بين تونس وليبيا والمغرب. علاش؟ لأنها تريد أن تصبح دولة تسمى بالصحراء الغربية تابعة للنظام الجزائري، فقط من أجل الإطلالة على المحيط الأطلسي. وحتى لاسيا خرجت تقارير، خاص تمشي تقرا انت شوية، كتقول لك بأن السياسة العدائية للجزائر اتجاه المملكة المغربية والله ما غاديش تدوز مرور الكرام. ونزيدك، احنا مغاربة، والمغاربة كيعرفنا العالم، وحتى نتوما كتعرفونا،
وجدودكم كيعرفوا جدودنا مزيان اش كيسواو. حنا ما كننساوش العداء، وديما كيبقى محفور في الذهن ديالنا، وحنا ما عمرنا ما نساو داكشي اللي دارته فينا الجزائر من نهار قامت سنة 1962، وحنا معاها في الشد والمشاكل والرخص والذل وما عرفت شنو، حتى ان ديغول قال واحد النهار هادو اللي كتدافعوا عليهم اليوم عند استقلالهم نتوما الاولين اللي غيدوروا عليكم. وفعلا صدق كلامه، هادوك اللي كنا كندافع عليهم حنا في يوم من الايام وسمحنا في اراضينا سنة 1845 ووافقنا على معاهدة لا مغنية، حتى اننا ما كانش عندنا حنا مشكل في الحرب اصلا مع فرنسا، ما كانت لا داخلة لينا لا مستعمرة لا والو، ودخلنا معاها في حرب اللي كتسمى حرب اسليا على قبلكم وعلى قبل اميركم اللي غدر افريقيا الشمالية كاملة، ومع ذلك اليوم نشهدكم كما قال عنكم ديغول انكم درتوا علينا واعطيتونا بظهرنا واصبحتم تناصرون الشرذمة على حساب اللي دوك الشعب اللي جدودهم ضحاو معاكم. لو كانت تمشي تقلب غير في وزارة الشهداء ديالكم غتلقى الجنسية المغربية ما اكثرها. والله لو علموا اجدادي ان امثالكم اليوم سيكونون مثل ما انت، اقسم بالله ما يدخلوا يهزوا معاكم تهراوة، اقسم بالله تيقولوا ان الجزائر فرنسية كما كنتم تسمون، الجيري فرانسيز، وكنت عبدالله غتبقاو. والله كنت كانت حبة افضل ان يجاورني ماكرون وايمانويل واليزابيث، ولا يجاورني الشريف ومحمد وخالد وعبد الله، وهم من اشر ما خلق الله سبحانه وتعالى في هادوك افريقيا الشمال. هادوك خوتناهم بالدم اختي، ماشي بالهضره، ماشي بالهضره اختي، شنو هي اللي ماشي بالهضره؟ هادوك خوتناهم بالدم، ماشي شكون هما هادو اللي خوت؟ ديكول يستشهد باش يعاقب. شكون هما هادو اللي خوت؟ شكون؟ على فرنسا، على فرنسا نهضر لك. خوتكم، والله انا كنت نخليهم خوتكم نيت وما ندخلش بيناتكم. راسهم محطوط كما يقولوا، راسهم في الارض. انا والله حتى كان خاصني نخليهم خوتكم. انا جدي لو كان دابا باقي عايش كون مشيت عنده قلت لي اخويا كون خليتيهم مع خوتهم، وكون حنا جاورنا ايمانويل وجاورتنا اليزابيث وجاورنا جوزيف عوض يوسف. اصدقائي الاعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم بزاف، سمحوا لنا راك نطول عليكم. الناس اللي باقا ما اشتركتش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس، كنتمنى باش اي واحد شاف هذه الحلقه باش يعطينا الاراء ديالو في الخانه تاع التعليقات وبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل لجميع المغاربه وجميع العرب في جميع انحاء العالم، باش يعرف الجميع مع من حشرنا الله في الجوار. اصدقائي الاعزاء غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله، ديما مغرب والسلام عليكم.